يدخل هذا المعرض الفني للإخوة مقدمين على تشكيل بالموسيقى والرياضة مجموعة ناصر الغيوان والفريق الوطني مكسيكو 86 نموذجا في إطار ثقافة الاعتراف لهذه المجموعة الغنائية وكذلك المجموعة الرياضية. لماذا المنتخب الوطني؟ لأنه استطاع هذا الفريق أن ينتقل إلى الدور الثاني في بطولة كأس العالم مكسيكو 86، وهذا الإنجاز كان هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية والعربية والإسلامية. من هنا كنحيي الفريق الوطني مكسيكو 86 على تلك المجهودات الجبارة، وفي نفس الوقت كنشجع الفريق الوطني المغربي الآن في 2018 المونديال روسيا موسكو، اللي كنتمناو له يحقق ما حققه الفريق الوطني مكسيكو 86 او الاكثر من الانجازات اللي حققها هذا الفريق. وكي درنا هاد ليستاتي وهاد المنحوتات لهذا الفريق العظيم، الان كنحاولوا نقوموا بعدة إنجازات أخرى في المجال الرياضي كألعاب القوى. ما نساوش الراضي، ما نساوش سعيد عويطة، ما نساوش نوال المزوكي، هشام البروج، أبطال عالمين، واللائحة طويلة في هذا المجال. وكذلك في مجال الدراجة المغربية بصفة عامة، فإننا نحاول من خلال هذا المعرض التأريخ وتأسيس، الهدف هو تأسيس متحف وطني دائم من أجل السياحة الرياضية. أما بالنسبة لمجموعة ناصر الغيوان، فهذه المجموعة فقد استطاعت إلى حد كبير أن تؤسس نمط غنائي مغربي متجدد عصري تقليدي في نفس الآن. وهذه المجموعة حاولت تشتغل بالجملة في المجال المسرحي، في المجال السينمائي، في المجال الغنائي، في المجال الزجلي. تحية لهذه المجموعة، ومن خلال هذا المعرض كنحاولوا ما أمكن ندمجوا علاقة التشكيل بالرياضة والموسيقى بمناسبة اليوم الوطني للموسيقى بالمغرب، وكذلك بمناسبة تأهل الفريق الوطني لروسيا ووضع طلب تنظيم كأس العالم بالمغرب. وكنتمنوا كل خير لهذا البلد الأمين. طبعا إخوة مقدمين لهم الفخر والاعتزاز أن صدن هذا المعرض هرمين كبيرين، حيث هنا وجود رواقين. الرواق الأول يتناول الفريق الوطني المغربي لكرة القدم مكسيكو 86 الذي يعد مدرسة كروية بكل المقاييس. لماذا هذا الاختيار؟ كان لأسباب ذاتية وموضوعية. أسباب ذاتية هو حب الإخوة مقدمين لكرة القدم، وكذلك أن مختلف أجناس الإبداعية تناوزوا بالدرس والتحليل هذا الفريق العتيد. مقالات صحفية، سهرات تلفازية، أمسيات، كذلك ريبورتاجات، الشعر، ولكن الفن التشكيلي ظل محتشما إزاء هذه الظاهرة الكروية المميزة. فهذا المعرض جاء لرد الاعتبار للفن التشكيلي من جهة، ومن جهة أخرى محاولة توثيق هذا الفريق الكبير تشكيليا. كذلك هذا المعرض يدخل في إطار مسار عهدنا أنفسنا نحن الإخوة مقدمين على تكريم مجموعة من الأعلام والأبطال لهذا الوطن الغالي. الرواق الثاني يشمل المجموعة الشهيرة ناس الغيوان التي تعد علامة هامة من علامات الفن الأصيل ببلادنا، ساهمت في يقظة الأغنية المغربية وإحيائها من جديد، وتطرقت لمشاكل التي يعيشها الشعب المغربي نفسيا وثقافيا واقتصاديا إلى غير ذلك. فالشكر وكل الشكر لهذا الحضور اللي شرفونا بالحضور لهذا المعرض، وهي مناسبة لتتبع لهذه الأعمال الفنية والسفر معها لاستكشاف عوالمها، وكذا استرجاع ذاكرة كل فرد، لأن لا الفريق الوطني ولا ناس الغيوان عند كل فرد عنده ذاكرة إزائها. فبالتالي يمكن القول أن المتلقي يمكن هو الآخر أن يصبح مبدعا، لأنه سيركب هذه الأعمال الفنية من خلال خواطر شتى تصل بالرأي المتلقي المستدعي للمشاهدة إلى وضع المستحضر
للوقائع والأحداث التي واكبت الفريق الوطني وكذلك مجموعة ناصر الغيوان، وبالتالي المشاركة في هذه الأعمال الفنية إنه الاقتراب والارتباط الحميمي بين المتلقي وبين الفن التشكيلي والفن الموسيقي ورياضة كرة القدم التي تعد فنًا بامتياز، فهي طيبة للجميع وفرجة ممتعة. وشكرا لكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.